لكوا أسر الجثامين، لكوا أسر الجثامين، حرروها من الغصب. احنا موجودين اليوم أمام الصليب الأحمر كالعادة ككل أسبوع من يوم الثلاثاء، بس اليوم كان مميز، فعاليات بكل الضفة بالنسبة للاسترداد الجثامين اللي المحتجز عند الاحتلال. عندنا بطول كرم 22 جثمان محتجز، منهم 16 بالمقابر مقابر الأرقام و6 بثلاجات الاحتلال. احنا اليوم بنطالب بأقل الحقوق، إنه بدنا أبنائنا. إحنا اليوم بننادي بصوت الأمهات الثكالة، الأمهات اللي تبكي أبنائها دم، وهي بحاجة إنها تدفن أبنائها وتقرأ عليهم الفاتحة زي كل الناس. بكفي صمت لهذا العالم، وإحنا منطالب بكل المنظمات الحقوقية ومنطالب بأعلى المستويات إنه يكفي صمتا، ويجب إنهاء هذا الملف، ويجب إنه نسترد أبنائنا وجثامينهم وندفنهم كما يجب. استشهد ابني أول يوم في رمضان 2/4/22 عند مفرق عرابة، اشتبك مع وحدة اليمام، كان مع 2 من أصحابه الشهيد صايب عباهرة وخليل طوالبة، واحتجز جثمان من هذه الساعة ولا منعرف أي شيء عنه لحد الآن. ونتمنى من الله، نتمنى إنهم أبو مازن السلطة أي حد يحاول يساعدنا يردنا جثمان ابننا.